وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان قال فلان قال، لا تدور هذا يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، ما هي بالمسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا تقاطعوا تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة فكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من الضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل فيه شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. الجدال في الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا، ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله
والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لابد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.